بعد الأداء الكبير الذي قدمه ياسين إبراهيمي في مباراة الخضر أمام كوريا الجنوبية، تنقلت قناة الهداف إلى مدينة المنيعة واقتربت من عائلة نجم الخضر ونادي غرناطة الإسباني، وحاورت أعمامه الذين كانوا في قمة السعادة بما قدمه ياسين وبهدفه التاريخي في مرمى الكوريين. ياسين إبراهيمي هو الموجود في 1990 في 8 فيفري، ربي يحفظه إن شاء الله. آمين إن شاء الله. وزاد في باريس وتربى تما وقرا تما، ولكن في كل موسم صيف كان يجول هنا للجزائر مع والديه، يزوروا هنا المنيعة، وتاني كان يروحوا لبلاد القبائل على خاطر أمو من بلاد القبائل. وحنا كان أنا عندي دار في بومرداس، كان ديما يحب يجي المبحر مع أولاد عمه تما باش يصيف، قرا في باري. وملي هو صغير يشتي يشتي ميم كان يجي لهنا مع أولاد عمه صغار هكذا كان بابا خطط يزقير يقولوا بالعقل خاطر كان يدرب له في كلير فونتين في ليكول دو فوتبول دو كلير فونتين في باريس، وانا ديما باتصال معاه. واش اللي عجبني فيه؟ عاقل ويسمع، واحد يعطي له كونساي يسمع، نقولوا وليد ما شاء الله تربي. وباباه ما كيديرش حاجه لو كان ما يسالنيش، على خاطر بابا احمد خويا تما انا اللي قريته وكبرته ما شاء الله. هو الصغير فينا، انا الكبير هو الكبير ربي، وهو الصغير هو المزوز احمد. اتصال مع الاب ومع ياسين، مع ياسين دائما اتصال. لي كونساي هي التبوت، هي التبوت والرزانه، والواحد يكون واقعي وما يتسرعش كما قالت بالمثل، ذاك هي مقدات الخدمه يقضى النهار. وديما كان يسال كيما ولاد عمه ديما يسالوني حاجه، ما كانش واحد عمامي ما كانش واحد يتكلم الخوه باسمه، قي خويا كيما جدو بي، كان من الناس اهل داع المسجد، ها كل الصلوات في المسجد، وعلم وقرانا القران، وهو سمع مليح ياسين، سمع مليح لهذا الكلام وهذا التوجيهات وحوايج كيما هكا ومشى بها. لخاطر شكون اللي يمد؟ المولى اللي يمد، المولى هو اللي يعطيك واش يقول اطلب ربي. ونهار اللي جاكم هنايا بريمير فوا بعد ما دخل ليكيب ناسيونال تاع الجزائر، كي جا هنايا كيفاش كان الاستقبال من طرف العائله ومن طرف المواطنين تاع اهل البلده المنيعه اللي يعرفوه وحتى اللي ما يعرفوش؟ هذه تبري كانت مفاجاه ميم لينا احنا، ما كناش مستنيين باش الناس كيما هكاك تفرح وتجي بكثره، ربي يجازيهم ربي كاتبهم ومرحبا بهم. ايوه هو جا في ديسمبر العام اللي فات، حتى كان عنده 10 ايام هذيك تاع العطله، قال لازم نجي للبلاد واش يجي، لخاطر هو دار الزفاف تاعو العام اللي فات في جوان في باريس، احنا ما قدرناش نروحو، ما قدروش نروحو، الاسره ما قدرتش تروح، انا قال نجي مي باش نقول ندير نجي ندير عرس، قال نجي نزور القبور تاع الوالدين جدو وحناتو وسيد الحاج يحيى هو سيدنا نعم، وندير وعده ونقري القران، لخاطر متمسك بزاف مش بزاف مليح بالدين والقران. قال جو فو كيما نقولوا كوم ريسيت القران، وندير وعده وحوايج هكا، شوفوا لي انتم شو من المساجد الناس تجيني وحوايج هكا. وقال ثاني لازم كي نجي للشباب تاع البلاد هذه لازم نجمع من 15 ل 17 سنه كاتر ايكيب، كاتر ايكيب ويديروا ان تي تورنوا. وقال راني نجيب معاهم، جاب دي بالون وجاب دي تريكو وحوايج هكا باش يديروا هكا. قال كي فو لونسي لو سبور لبنان، وقال لك لازم للشباب خاطر المستقبل واش هو؟ هي الشبيبه. بور انسيتي لي جون، باش
يلعبوا يلعبوا البالون وعلى هو كيما نقولوا نظم كيما قلت كل حاجه الاقتراحات نعطيهم سي 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 لا باسيونس فوت اتر كالم لا باسيونس هي مير دو سورتي لا باسيونس هي مفتاح كيما نقولوا الصبر ومفتاح الابواب صح مفتاح الجنه كاع والحمد لله الحمد لله على طريقه كيما نقولوا ايوا تري 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 بولي تري بولي اي توجور سوريان كي كان يلعب كي يكمل الماتش كلموني من نيويورك زادوا كلموني من تكساس رحمة ربي ها ولا كوم ميساجي ولا امباسادور ولا امباسادور وربي يزيدهم ان شاء الله. وكيف كان التصور تاعكم في المقابله اللي جرات بين الفريق الجزائري والفريق البلجيكي لما ياسين ما دخلش في المقابله؟ واش نقول لك صعيبه روح تقرصنا مليح على خاطر كان سمنا كان دخل كره شارك راه ساهم كانت بشارة خير وثاني كيما سجل هدف دركي خاطر هو يلعب في اسبانيا في غرناطة دركي غرناطة راه مخرج واش يقول غرناطة قال لك هذا اول مره اللي لعاب من فرق نتاع غرناطة سجل هدف واش يعجبني فيه متواضع وكي يهضر ولا هكاك بكل بساطه وبفرحه واش كيما هذا الشيء يشرفني